السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا ابو لالاني؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير. والله يعني انا بصراحه بشوفكم كده انا قلبي بيرتاح والله ما بسمع كلامك انت والدكتوره ربنا ايمن. يريح قلبك يا رب. ربنا يصلح حالك وحالنا يا رب. آمين يا رب، اتفضلي. انا سؤالي ان انا باجي اصلي دايما بسرح وعلى طول مش بعرف ان انا وانا بصلي مثلا عايز اعمل كذا وعايز اعمل كذا، مش بعرف ان انا التزم في الصلاه. انا بصلي بس عايزه اصلي الفرض واجري، عايزة فعلى تصلي الفرض وايه؟ يعني اصلي الفرض وما اصليش. انا بقى نفسي اصلي سنن ونفسي مثلا ان انا يعني ربنا يصلح حاله دايما دايما في الصلاه وكده، بس فباجي اصلي لا دايما في وسواس في دماغي، اقوم يعمل كذا اقوم يسوي كذا تنشغلي بسرح. بأمور الدنيا أكتر. طب أسألك سؤال، ده بيخليكي ما تصليش؟ لا انا بصلي بس في اوقات كتير بسرح، باخر في الصلاه باخر في الصلاه دايما، مثلا ممكن اقعد اقول لا انا هقضي يعني هعمل المصلحه اللي في ايدي وبعد كده اروح اصلي الظهر، ممكن اجمع صلاه الظهر مع العصر. في اوقات لا ببقى عايزه اصلي الفرض وامشي على طول، فانا نفسي ان انا انتظم في الصلاه وربنا يعني ربنا برضه يهدي لي عيالي، ان انا عيال على طول دايما مشتتين عقلي ربنا يخليهم لك ومش يا رب. بيسمعوا مش بيسمعوا كلامي، على طول بيصرخوا جنبي. يعني بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هم ربنا يهديهم، فانا بقعد اقول يا رب ادعي لهم يهديهم. ادعي لهم. فانا عايزه برضو ان انا ما اسرحش في الصلاه، بقعد اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والكلام كده، وبقعد استعيذ بالله، وفي حاجات الاذكار بنساها، في حاجات كتير بنساها طيب انا عايز بنساها اسالك لما انا سؤال، بشوف. هو حضرتك بطبيعتك في كل امور حياتك بتعملي الحاجه بسرعه وباستعجال؟ لا انا عصبيه قوي تمام، بس انا مش في كل حاجه بعمل حاجه باستعجال، بس انا عندي ضغوط في الحياه، يعني انا عندي ضغوط في البيت. الضغوط اللي عندك دي اللي هيخفها عنك الصلاه بهدوء ويقين وخشوع. والقرب من ربنا سبحانه وتعالى. ايوه فانا بصلي لا ببقى انا عايزه يعني ابقى في خشوع واقعد اصلي الظهر مثلا، اصلي السنن قبل في الظهر وبعد الظهر. طيب حاضر، تابعينا يا مورو. اي تفضلي فضيلة الشيخ. تستعين بالله سبحانه وتعالى، تدعي ربنا سبحانه وتعالى ان يحبب ليها الصلاة. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحنا بها يا بلال، كل الضغوط اللي حضرتك فيها دي، كل الهموم الدنيوية اللي انت فيها دي، ده انت واقفة علشان تخففيها علشان تزليها. مش بس الهموم الدنيوية والضغوط الدنيوية، ده كمان الذنوب والسيئات اللي احنا بنرتكبها، الغفلات اللي احنا فيها. انسان يا استاذه لميا لما يدخل الصلاه تيجي ذنوبه كده يحطوها على ظهره، كلما ركع وسجد تساقطت عنه هذه الذنوب، يخرج من الصلاه وما فيش عنده ذنب. مستعجل انا ليه بقى؟ صح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف راجل مستعجل وبيأدي الصلاه كده بسرعه بسرعه بسرعه، قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، لان ركن من اركان الصلاه الطمأنينه، والركن اذا لم يتم لا تتم الصلاه. في فرق بين الأركان والواجبات والسنن، الركن ده ما ينفعش إنك تسيبه. الطمأنينة دي ركن من أركان الصلاة، لازم كده أقرأ بهدوء وأقرأ الفاتحة وأتخيل رب مستعجل على الخروج. صحيح، ده على إيه؟ ما أنت رايح للدنيا اللي ضغطاك. خليك شوية مع ربنا علشان وقفتك ما هو بين الحل ربنا هنا. سبحانه. يعني أيوه إذا كان في بعض الضغوط اللي أنا عايزة أخلص بسرعة عشان أطلع أجري أحلها، فهو الحل بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. إحنا دايماً ندور على الحلول حوالينا صحيح، واحنا مش عارفين ان الحل بايديه. صحيح، لان كل الامور بيد الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. ولادها اللي هي قلقانه وبتقول لك ما هم بيد ربنا، انت لو سجدت سجده ودعيتي دعوه صادقه مخلصه وربنا وفيها حسن تقبلها، ظن خلصت يعني قصه علاقتك باولادك دي طول العمر، دعاء يستجاب منك لابنك، خلاص ربنا يوفقه ويهديه ويصلح حاله معاكي ويرزقك بره، لان دعوه الوالد لولده مستجابه له او عليه. يعني الأب والأم لما بيدعي الدعاء مستجاب عند الله سبحانه وتعالى. فطريقك لحفظ أولادك، طريقك لصلتك مع الله سبحانه وتعالى، طريقك للخشوع إنك تقفي في الصلاة بطمأنينة وتتدبري الآيات اللي أنت بتقرأيها. إزاي يبقى عندنا نوع من استشعار القرب من ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني أحيانا تلاقي في ناس يقولك أنا في عمار بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، أنا في حديث بيدور بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، أنا بدعي ربنا وبشوف المواقف وبعتبر إن المواقف اللي حصلت هي رد من ربنا سبحانه وتعالى عليا. دي درجة نسميها إيه؟ درجة بصيرة، درجة صفاء وإخلاص مع الله سبحانه وتعالى، ودي موجودة فعلا عند ناس.
دي الناس اللي بتقرا رسائل ربنا سبحانه وتعالى، اللي مركزه طبعا، اللي لما يقف في الصلاه هو عارف انه واقف قدام الملك، فمسلم قلبه، مسلم حياته، مسلم روحه. لما بيقرا في المصحف عارف انه بيسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، يتلقاه بقلبه. سيدنا عثمان كان يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله عز وجل. ده اللي بيطلع صدقه، وهو عارف انه بيطلع من مال ربنا وانه مستأمن على هذا المال. بهذه الصورة تكون الصلة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. نورتين يا فضيلة الشيخ، اشكر حضرتك واشوفك على خير.